ما تديرش فيها فيلم هندي وبيه ليا فيك او من الباص. فدعت السعادة الحق في جودة السكن. سعيدة ملقياكم مشاهدين الأوفياء، أهلا بكم إلى الحصاد اليومي نقدمه لكم من شوف تي في ونستهله بأبرز العناوين. سقوط قتيل و16 جريحا بالمركب الجامعي دهر المهراز بفاس إثر مواجهات دامية بين بعض الفصائل الطلابية. تفكيك شبكة لترويج المخدرات تضم 8 أفراد بداية الأسبوع الجاري بطنطان. في الحصاد أيضا مواكبة خاصة للدورة 9 للمعرض الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس تحت شعار المنتوجات المحلية. الآن إليكم التفاصيل. عاش المركب الجامعي دهر المهراز بفاس أمس حالة من الفوضى إثر مواجهات دامية بين بعض الفصائل الطلابية أسفرت عن سقوط قتيل و16 جريح، بينهم 6 طالبات و10 طلاب في حالة حرجة. وصرحت مصادر طلابية لشوف تي في أن هذا الهجوم المسلح جاء بعد أسبوع من التهديدات التي أطلقها الفصيل اليساري بفاس المسمى البرنامج المرحلي بنسف ندوة كان فرع منظمة التجديد بفاس يعتزم تنظيمها أمس تحت موضوع الإسلاميون واليسار والديمقراطية بمشاركة كل من عبد العالي حامد الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وحسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحمد مفيد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطنطان خلال بداية الأسبوع الجاري من تفكيك الشبكة لترويج المخدرات تضم 8 أفراد من بينهم امرأة. وأفاد مصدر أمني بأن أفراد الشبكة كانوا يجلبون المخدرات على شكل مسحوق ويحولونها إلى صفائح ثم يوزعونها على مجموعة من المنازل الكائنة بالحي الجديد بالإقليم قبل أن يشرعوا في ترويجها بواسطة سيارة لنقل البضائع. وتمت إحالة جميع أفراد الشبكة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالإقليم الذي قرر اعتقالهم ومتابعتهم بالمنسوب إليهم. وفي سياق ذي صلة تمكنت عناصر الدرك الملكي أمس بطاطا من حجز أزيد من 1200 قرص مضغوط مقرصن خلال حملة تمشيطية بالجماعة القروية ابن يعقوب التابعة لإقليم طاطا، وتم اعتقال 3 أشخاص وتقديمهم للعدالة. وننتقل الآن إلى المواكبة الخاصة للمعرض الدولي للفلاحة في نسخته 9، فمنذ بداية الدورة الأولى للملتقى الدولي للفلاحة والأرقام في التزايد بطريقة تدريجية، فهذا الملتقى خصص 300 رواق مجاني لفائدة التعاونيات لتمكينها من إبراز خبرتها وجودة منتوجاتها. من مكناس إليكم تصريح جواد الشامي المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة لقناة شوف تي في. كنا نقولوا بان الارقام كلها منذ البدايه الدوره الاولى ديال الملتقى الدولي للفلاحه يعني كتنمى وكتنمى بواحد الطريقه تدريجيه ما بين 11% و15% كل سنه. وهذا الشيء اللي عطانا باش قدرنا نصوروا المشروع في المدى البعيد ديالو. وكنشكروا السيد وزير الفلاحه اللي عاوننا باش دخلنا لهذا الفضاء الجديد، فين تم التوسيع ديال الفضاء التوسيع ب 70%. انتقلنا المساحه انتقلت من 100,000 متر مربع ل 170,000 متر مربع، ولكن بالنسبه للمساحه المغطاه ديال الخيام انتقلت من 80,000 متر ل 90,000 متر مربع. دونك 70% زادت في المساحه الاجماليه، ويلاه 10% في المساحه المغطاه. الفرق غيجي في التوسيع ديال الممرات باش يتمكنوا داك المليون تقريبا و200 الف زائر اللي كنتسناو في هاد العشر ايام المستقبل هذا الاتيه يجيو يزوروا الملتقى بكل راحه وكل امان ان شاء الله.
دائما مع فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، تم اليوم التوقيع على رسالة نوايا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمنح بموجبها الاتحاد للمملكة هبة بقيمة 60 مليون يورو من أجل دعم مخطط المغرب الأخضر. من الغطاس ومحمد الوحي يقربننا أكثر من الموضوع. هبة بقيمة 60 مليون يورو منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل دعم مخطط المغرب الأخضر في إطار اتفاقية وقعها وزير الفلاحة والصيد البحرية والمدير العام للفلاحة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية اليوم على هامش المعرض الدولي للفلاحة المنعقد بمدينة مكنس. De trouver la solution pour avant tout pour les tomates. Mais je voudrais aussi ajouter que les solutions que nous explorons doivent être en ligne avec l'acte de base, l'acte délégué, qui sont déjà approuvés par le Parlement et par les conseils. Donc, moi, je pense que nous avons progressé aujourd'hui dans la direction de trouver la solution pragmatique. الاتفاقية الممتدة على مدى 4 أشهر يتم بموجبها سنويا خلال مدة 72 شهرا تبدأ من السنة الجارية وتتوزع على مرحلتين، تتمثل الأولى في تفعيل العمل لهذه الاتفاقية خلال 48 شهرا فيما ستنتهي المرحلة الثانية منها خلال مدة 24 شهرا. الموقف الحكومي واضح انه يعني كاين واحد الاتفاقيه اللي تبدلوا فيها واحد العدد الامور في اطار يعني النظام الداخلي ديال الاتحاد الاوروبي ويعني ما توصلوا فيه السياسه يعني الفلاحيه الموحده. ويعني احنا جاو اليوم بعض الاقتراحات بعض الحلول سي دي بيست اللي خصهم تدرس، وحنا يعني في هذا النطاق كاين واحد الشريك اللي هو اساسي اللي هما الفاعلين في هذا القطاع. البرنامج يهدف كذلك مواكبة الدعم الثانية لمخطط المغرب الأخضر بهدف تعزيز والرفع من قدرات الفلاحة المغربية بغية جعلها أكثر تنافسية واحتراما للبيئة وأكد المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وفي إطار اللقاء أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية ستنعقد ابتداء من الأسبوع القادم ببروكسل. وفي سياق متصل بفعاليات المعرض الدولي للفلاحة الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي، يحظى الرواق المالي باهتمام كبير من طرف زوار المعرض لضمه مجموعة من المنتوجات الطبيعية. المتابعة لمنال غطاس ومحمد الواحي. عرف الملتقى الفلاحي الدولي لهذه السنة المنعقد بمدينة الإسماعيلية مكنس تحت شعار البحث والابتكار مجموعة من المستجدات في أفق تعزيز دينامية جديدة لجعل القطاع الفلاحي رافعا للتنمية البشرية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق وفي سياق تعزيز دعامة الثانية المتعلقة بتنمية فلاحة جماعية مفتوحة على الأسواق ومتنوعة دوليا، كان لرواق إفريقيا وجهة مالي بالضبط حضورا متميزا في نسخة هذه السنة. Nous sommes à 398 000 hectares aménagés pour l'irrigation, soit 18% seulement du potentiel. Et sur les 2 200 000 hectares, vous avez 1 million hectares irrigables à partir de l'office du Niger, qui, à partir du barrage de Markala, nous pouvons faire l'irrigation gravitaire pour développer des cultures de riz, des cultures maraîchères. De maïs, des pommes de terre, faire des productions animales, l'élevage de bovins, de caprins et l'élevage également de poissons. Nous avons un programme important de développement de la pisciculture intégrée. كل ذلك من خلال عرض المنتجات الفلاحية ووضع العلامات الدالة على المنتوج والتحديد الجغرافي له وإبراز الابتكار المؤسساتي وعرض ديناميكيات متراكمة ودائمة للتنمية الفلاحية من خلال جعل رواق هذه السنة متميزا وداعما للفلاحة الأسرية وهو شعار ملتقى هذه السنة. Et nous avons décidé de venir quand même en grand nombre mais également avec toutes les spécificités des cultures au Mali. Il faut dire que nous avons été bien accueillis par le peuple marocain et nous en sommes très heureux de l'événement.
sont très fiers de l'événement et de l'organisation et de l'accueil et de la visite même des différents centres que nous avons eus. السنة الدولية للفلاحة العائلية 2014 تهدف إلى تحسين صورة الفلاحة التضامنية والفلاحة الصغيرة من خلال تركيز اهتمام العالم بأسرها على مساهمتهما المتميزة في القضاء على الجوع والفقر وتحسين السلامة الغذائية والتغذية وتدبير الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة. اعتبر عبد القادر الكيحل عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال أن فوز حزب الاستقلال على حزب العدالة والتنمية بدائرة مولى يعقوب مساء أمس من خلال مرشحه حسن الشهبي يجسد الإرادة الشعبية بتأكيد النتيجة السابقة وصرخة قوية تجاه السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة في جميع المجالات، وحول الحملة التي يقودها حزب العدالة والتنمية والقاضية بالطعن في هذه الانتخابات ربطنا اتصالا هاتفيا بعبد القادر الكيحل لنسمع له في هذا الإطار. عمليا الانتخابات هي اجتهادات فعلا الإرادة الشعبية، أولا تأكيد النتيجة السابقة في الصراع السابق، وثانيا هو واحد يعني صرخة شعبية تجاه السياسة اللاشعبية وال اللي تتنجى الحكومات في جميع المجالات على مستوى يعني الإجهاد على القدرة الشرائية، لا على مستوى عدم الوفاء بالالتزامات، وبالتالي هذا واحد نوع من التأكيد اللي تبين أنه اليوم الشعب المغربي يقول هذه الحكومة كفى من الشعارات وكفى من الاستهتار بالذكاء المغاربة، وبالتالي هذا ماشي مثلا شغل فاس كان يعني اليوم في عدد من المحطات في الوقت اللي كانت واحد مجموعة من القرارات تتخذ باسم الشعبية وباسم أن الشعب يؤيد ويبارك هذه القرارات، فهذا اليوم إعلان واضح بأنه هذه الحكومة لم تستطع أن تستمر في يعني العلاقة الثقة بينها وبين الشعب المغربي. طيب أستاذ الكحل، غير تعليقكم حول الحملة اللي يقودها حزب العدالة والتنمية والقاضية بالطعن في الانتخابات. لا لا، هما عندهم دائما بيانين جاهزين، بيان نجاح وبيان هذا بتنجحوا الأمور على ما يرام وكل شيء طبيعي وعادي، وبلين سي هذا بين ما تنجحوش هي هذا، وبالتالي هما هذه المسألة هذا ولا عندهم ثقافة وداخلة في التكوين ديالهم، لأنهم في الوقت اللي ما تنجحوش هي راهم خسروهم، وبالثقافة المنظومية هي بها باش وصلوا للمسؤولية، ويعتبروا أن هذه الثقافة يجب أن تستمر على جميع المستويات، وما بغاش يشوف الحقيقة الأساسية وأنهم من خلال إلى الشعب المغربي وإلى الطبقات الشعبية. عقدت الوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر اليوم بمدينة الدار البيضاء اجتماعا لممثلي المكاتب المعنية بالملكية الصناعية بالبلدان الأعضاء في الاتفاقية. وذكرت الوحدة في بيان أصدرته اليوم من مقرها في عمان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمامها بمواضيع الملكية الصناعية، والتي تحظى أيضا باهتمام خاص من قبل الاتحاد الأوروبي الداعم المالي للوحدة من خلال برنامج المساعدة الفنية. هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل لسنة 2014 توج بالتوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المكاتب والهيئات بهذا المجال في بلدان اتفاقية أكادير وعلى البرنامج التنفيذي للمذكرة. وننتقل للشأن الدولي، حيث أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الدورة الثانية للمجلس المخصصة للانتخابات الرئاسية والمقررة الأربعاء المقبل ستكون جلسة انتخاب رئيس البلاد. وأوضح بري في تصريح صحفي اليوم أن الجلسة المقبلة لن تكون جلسة مرشحين بل جلسة الرئيس، مشيرا إلى أن جلسة الأربعاء الماضي كانت بروفا والنتائج كانت معروفة سلفا، والآن انتقلنا إلى مرحلة انتخاب الرئيس. يذكر أن الدورة الأولى لجلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة للانتخابات الرئاسية في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 من مايو المقبل.
ونختم بالخبر الثقافي، حيث يشارك المغرب في معرض جنيف الدولي للكتاب والصحافة المرتقب تنظيمه ما بين 30 أبريل ورابع ماي، حيث أفادت وزارة الثقافة في بلاغ أن المشاركة المغربية تندرج في إطار تكريس الدبلوماسية الثقافية، وما يتيحه تنشيطها من تعريف بالثقافة المغربية في المحافل الدولية. وجهزت وزارة الثقافة في هذا الإطار رواقاً، حيث سيبلغ عدد نسخ الكتب المغربية الموجهة إلى هذه التظاهرة الدولية 1230 نسخة، أغلبها من الإصدارات الجديدة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصاد اليومي، قدمناه لكم من شوف تيفي في رعاية الله وحفظه.